بلغ المتوسط اليومي لإنتاج حقل ذهر من الغاز الطبيعي في عام 2022-2023 حوالي 2.4 مليار قدم مكعب ونحو 3700 برميل يوميا من المتكثفات. هذا وتخطط الحكومة لدخول البئر العشرين لإنتاج نهاية أكتوبر المقبل كجزء من الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج. يأتي ذلك وسط فرص واعدة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.